التجيران دار الى ملعب مصطفى بن جنات الذي استضافت مواجهه قويه وصعبه بين فريق النجم الساحلي والهلال الشابه في الجوله 12 من الدوري التونسي. الكل يريد مشاهده المباراه، اذا ما عليك فقط الضغط بزر لايك والاشتراك بالقناه وتابع معنا هذا الفيديو حتى الاخير لكي تعرف كيف تشاهد مباراه اليوم. سوف تلعب تمام الساعه 12 والنصف بتوقيت تونس والساعه 11 والنصف بتوقيت غرينيت، وسوف تنقل بدايه هذه المباراه على قناه الاو اس اس الناقل الحصري للمباراه. نتمنى لكم فرجه ممتعه، ولا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك بالقناه وشاركونا توقعاتكم للمباراه. من سوف يفوز؟ الفريق النجم الساحلي المستضيف مواجهة اليوم او فريق هلال الشابة الضيف اليوم؟ ونذكركم ان فريق النجم الساحلي يحصل على الرتبة الرابعة برصيد 15 نقطة، والهلال الشابة الرتبة السادسة برصيد 12 نقطة.